على فكرة أنا بقالي 5 دقايق قاعد عمال أتكلم وأنت عامل مش سامعني، بس أنا عارف إن أنت سامعني واخد بالك من كل كلمة أنا قلتها. على العموم أنا جاي أقولك كلمتين مالهمش تالت، وهتكون فاكر إن أنا جاي أرجع اللي فات، ولا جاي أكلمك عن ورثة أبوك الله يرحمه اللي أنت كلتها عليا أنا وأخواتي، ولا جاي أكلمك على ورثتنا في البيت اللي أنت بحتاه وبسم الله ما شاء الله فتحت بيهم محل. مش فارق معايا كل ده. لخص مش فضيلة. ألخص حاضر. يا أخويا لو حاسس إن أنت ما ظلمتنيش دلوقتي فنأجلها لوقفتنا قدام ربنا. خلص؟ هو ده اللي أنت جاي عشانه صح؟ اتفضل.